إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، من قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نواصل مع حضراتكم ما بدأناه من شرحنا لأي سورة البقرة، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجاء بإن للتأكيد، والصفا والمروة جبلان معروفان بمكة. إن الصفا والمروة من بعض، من للتبعيض، شعائر الله، والشعيرة العلم على عبادة في الدين، شعيرة العلم على عبادة في الدين. وذكرنا هذا، الشعيرة العلم على عبادة في الدين، وشعائر جمعها. إذن فشعائر جمع شعيرة، ما الشعيرة؟ علم على عبادة معينة في الدين. فهنا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر، والذي يذهب إلى البيت يكون بقصد إحدى الاثنتين، إما أن يحج وإما أن يعتمر. فقال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، جناح بمعنى الإثم، جناح بمعنى الإثم، فلا جناح عليه أن يطوف. أصلها يتطوف، وقلبت التاء طاء فأدغمت فصارت أن يطوف. أصلها يتطوف وأضغمت، قلبت التاء طاء وأضغمت، قلبت التاء طاء وأضغمت الطاء في الطاء فصارت أن يطوف بهما. بهما بمعنى بينهما، أن يطوف بهما أي بمعنى أن يطوف بينهما. طيب، يبقى إيه اللي من شعائر الله؟ الجبلين ولا السعي بين الجبلين؟ السعي بين الجبلين. ولكن القرآن مختصر مفيد: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يسعى بينهما، بين الصفا وبين المروة. سنة عن من؟ عن أم إسماعيل، عن أم إسماعيل هاجر لما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن الماء لولدها، القصة المعروفة وهي في صحيح البخاري. سعت سبعة أشواط بين الصفا والمروة تبحث عن، فهذه أخذت سنة عن هاجر أم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا قال: فلا جناح فلا إثم عليه أن يطوف بهما؟ هل تفهم من الآية أن الكلام للإباحة؟ حينما أقول لا جناح عليك أن تأكل، تفهم مني أني أقول لك إن أكلت فلا جناح عليك، وإن لم تأكل فالأمر لك. فهل يفهم من الآية: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهل يفهم من الآية أن الأمر للإباحة؟ وما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ وما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ معلوم أن القرآن يستخدم لفظ لا جناح عليكم لرفع الحرج عن الشيء فقط وبيان الإباحة فيه، كقوله تعالى: أن تأكلوا من بيوتكم، تعالى: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أماتكم، رفع الحرج عن ذلك بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. هذا رفع الحرج، يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. وقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم. ما معنى ولا جناح عليكم؟ يعني لا حرج عليكم إن عرضتم فقط بخطبة النساء في فترة العدة بعدما توفي عنها زوجها. إذن فكلمة لا جناح تفيد الإيه؟ الإباحة. فهل هنا في قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما تفيد الإباحة، أنه مباح له أن يسعى بين الصفا والمروة؟ كلا كلا. أولا، قبل أن نبين الحكم، نبين كلمة لماذا جاءت لا جناح. لأنهم كانوا قبل الإسلام واحد، فريق قال كانوا يفعلوا واحد، فريق قال كانوا يفعلون هذا في فعل الجاهلية،
أنهم يطوفون بين الصفا والمروة من أفعال الجاهلية. فلما دخلوا الإسلام ظنوا أنها لا زالت من أفعال الجاهلية، فكانوا يتحرجون أن يفعلوا ذلك. لماذا؟ لأنها كانت عندهم في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، فلما دخل الإسلام تحرجوا وقالوا هذه من أفعال الجاهلية. فلما نزلت كلمة لا جناح عليه الطوف بما لرفع ظنهم أنها من أفعال الجاهلية. وفريق قال لأن كان هناك صنمان، صنم عند الصفا وصنم عند المروة، وكانوا يذهبون يتقربون إلى هذا وإلى هذا. فلما أزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك وهذه الأصنام صاروا يتحرجون في السعي بين الصفا والمروة، لأن هذا يذكرهم بما كانوا يفعلون في الجاهلية من تقربهم للصنمين. فنزلت الآية ترفع الجناح وتقول لا جناح عليه، أي هذا ليس له علاقة بما كنتم عليه في الجاهلية، فلا تتحرجون من فعله. يبقى لا جناح هنا لرفع إيه؟ الحرج عنهم في أمر الجاهلية، فظنوا أن فعل السعي بين الصفا والمروة يقارن بفعلهم في الجاهلية، فالقرآن أثبت أن هذا ليس كذلك، فقال لا جناح عليكم، لا ضيق عليكم في أن تسعوا بين الصفا والمروة لأنكم تظنوه من أمر الجاهلية. يبقى واضح لا جناح جت ليه؟ لرفع الحرج والضيق عنهم الذي كان سببه فعلهم في الجاهلية، كان سببه فعلهم في الجاهلية. طيب حكم بقى السعي بين الصفا والمروة اختلف فيه أهل العلم، ففريق قال هو ركن، لا، الفريق الثاني قالوا أنه واجب، فإن لم يفعل يعوض عنه بهدي بدم، واجب، إن لم يفعل يعوض عنه بدم بهدي. وفريق قال أنه سنة، وهو أضعف الأقوال، وهو أضعف الأقوال. لمن من؟ طب جي منين؟ لظني أن لا جناح تفيد الندب على أنها سنة، وهذا القول ضعيف. طيب أقوى الأقوال أنه ركن لا يصح الحج إلا به. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه الإمام أحمد بسنده وصحيح السنة الشيخ الألباني، طيب الله ثراه، قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فمعنى كتب فرض، معنى كتب فرض، إذن فيفهم منه أنه رك. وعندك في صحيح البخاري أن عائشة رضوان الله عليها قالت والله ما أتم حجا ولا عمرة، ما أتم حجا ولا عمرة، من لم ينين عائشة، والله ما أتم حج ولا عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة. إذن فهذا أيضا يثبت أنه ركن. إذن فأقوى قول أنه ركن، ثم الذي بعده أنه واجب، وقول أنه سنة هو ضعيف، هو قول ضعيف. هذا حكم السعي بين الصفا والمروة. ولماذا قال الله لا جناح؟ لرفع الحرج عنهم لظنهم أنه من أفعال الجاهل، فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ومن شرطية، هذا شرط، تطوع خيرا زاد في تطوعه خيرا، وكل المناسك خير، كل المناسك خير. إذن فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فكأنما يقول ومن فعل ذلك فهو من التطوع الخير، يعني كأن يقول لك اعط صدقة لفلان، من ينفق في سبيل الله يؤجر، فهذا حث على فعل ما أمرت به. مرة أخرى اعطي صدقة لفلان، من يتصدق يكرمه الله، اسعوا بين الصفا والمروة، من يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فكأنما فيه حث على فعل هذا الركن بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقلنا أن من شرطي فعل الشرط تطوع، ومن تطوع، طب خيرا منصوب على نزع الخافض، والتقدير من تطوع بخيرين، وفريق قال منصوبة لأنها مفعول لأجله، من تطوع لأجل
الخير فلا مانع من هذه أو تلك، إما أنها مفعول لأجله وإما أنها منصوبة على نزع الخفض وهو الباء، ومن وتقدير الكلام من تطوع بخير. ما هو الخير المقصود؟ السعي بين الصفا والمروة. طيب العمرة بقى كلها سنة، ده موضوع تاني، بس هي فريضة في العمرة زي السجود في صلاة النافلة، زي السجود في صلاة السنة. صلاة السنة تصح إلا بالسجود، هو كده. فكذلك العمرة نفسها نافلة ماشي، بس لا تصح إلا بالسعة. يسعى من غير الحج والعمرة إزاي؟ طيب خليها للأخير، طيب ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه جواب الشرط، ومن تطوع خيرا جواب الشرط فين؟ فإن الله شاكر عليم. وتقدير الكلام ومن تطوع بخير أي من فعل خيرا فإن الله شاكر يشكر له فعله بأن يثيبه عليه أضعافا مضاعفة، فتضاعف 10 أمثال أو يزيد، والله يضاعفه لمن يشاء. هذا معنى شاكر. ما معنى شاكر؟ أنه يجازي على الفعل الخير بأضعافه. عليم، عليم بمن أخلص عبادته لله وفعلها لله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ننتقل للآية التي تليها. إن الذين يكتمون بلسان الحال أو بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني يكتم بلسان الحال، رأى رجلا يفعل إثما والرجل لا يعلم أن هذا إثم وأنا أعلم فلم أخبره أنه إثم وسكت، كتمت علما بلسان الحال أو كتم علما بلسان المقال، سئل عن العلم فلم يقله، خلاص بلسان الحال يعني الحالة استدعت أن أنا بين العلم وما بينتوش، وبلسان المقال يعني الحالة استدعت أن أنا أقول العلم وما قلتوش. واضح؟ هذا معنى بلسان الحال أو لسان المقال. يكتمون علما كان ينبغي أن يظهروه فعلا أو قولا، فما أظهروه لا فعلا ولا قولا، ابتغاء هوى وابتغاء نفس. يكتمون ما أنزلنا بنون الجمع المعظم لنفسه، ما أنزلنا هوى وابتغاء نفس. يكتمون ما أنزلنا بنون الجمع المعظم لنفسه، ما أنزلنا، من الذي أنزل؟ الله رب العالمين. لماذا تكلم بلفظ الجمع للتعظيم؟ ما أنزلنا من البينات، الآيات البينات، هذا تقدير الكلام في مقدر محذوف. ما أنزلنا من البينات يعني ما أنزلنا من الآيات البينات من بعد ما بين والهدى، عفوا، ما أنزلنا من البينات والهدى. وفيه دليل على أن الذي أنزله الله من الآيات فيه الهدى، ولو ابتغى الناس الهدى في غيره أضلهم الله. ما أنزلنا من الآيات البينات وما أنزلنا من الهدى يكتمونه من بعد ما بيناه للناس، أظهرناه وأنزلناه آيات بينات في الكتاب للجنس، في أي كتاب نزل من السماء نزل فيه آيات بينات وكتموا، يدخلون في الآية، سواء في اليهود أو في النصارى أو في المسلمين أو في غيرهم. كل كتاب نزل مبينا من السماء كتمه أهله أو كتم أهل العلم منه فهم داخلون في الآية. إذن فليس من بعد ما بينه الناس في الكتاب يقتصر على القرآن، كل، وإنما كتاب للجنس، في أي كتاب نزل سابقا. ما 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 جرمهم وما جزاؤه؟ قال أولئك يلعنهم الله، اللعن الطرد من رحمة الله، اللعن
الطرد من رحمة الله. أولئك يلعنهم الله يبعدهم ويطردهم من رحمته. ويلعنهم كل لاعن ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون من الملائكة ومن الإنس ومن الجن المسلم، بل كل لاعن من الأمم يلعنهم. من أي أمة؟ أمة جن، أمة إنس، أمة ملائكة، من أي أمة؟ كل لاعن يلعنهم. هذا معنى الآية. ما قلت لك هو معنى الآية العام. ندخل في الفوائد المستفادة من الآية، وفيه تفصيل أكثر للآية. خلاص؟ والفوائد يعني سأتابع بعيني فيما أنا كتبته حتى لا أنسى شيئا. وهذه الآية فيها حوالي ما سنذكره 12 فائدة تقريبا، وده مع الاختصار والله، يعني ممكن ألاقي فوائد أكثر وأدخل اثنين في بعض ولا حاجة. خلاص؟ في هذه الآية التي يمر الناس عليها الكرام فيها فوائد كثيرة، نبدأها بإذن الله تبارك وتعالى. واحد، أن كتم العلم من الكبائر. أن كتم العلم من الكبائر، لأن الكبير عند أغلب أهل العلم ما توعد الله ورسوله صاحبها بلعن أو عذاب أو حد أو غضب أو النار مباشرة. كل ما جاء فيه وعيد بلعن أو غضب أو حد أو عذاب كبيرة كبيرة. الحد كحد الزنا مثلا أو حد قذف المحصنات، ده حد يبقى كبيرة. فهنا توعد الله من يكتم العلم باللعن، إذن فهي كبيرة. إذن فكتم العلم حكمه في الدين كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. اثنين، ما أنزلنا تفيد، ما أنزلنا تفيد أن ما أنزله الله من الوحي بين لا غموض فيه. ما أنزلنا من البينات، ما أنزلنا من البينات سماها إيه؟ بينات. وقلنا تقديرها إيه؟ من آيات بينات. يعني إيه بينات؟ واضحات الدلالة. الأحكام في الدين واضحات الدلالة. وانت عندك بينات دي على قسمين، في بيان اسمه بيان مجمل، وفي بيان اسمه بيان مفصل. احفظ ده. إذن فالآيات كلها بينات، الآيات كلها إيه؟ بينات. بس في بيان مجمل يفهمه كل الناس، وفي بيان مفصل يحتاج إلى تفصيل أهل العلم. لو ده بيان مجمل، لما قال واحفظوا أيمانكم، ده بيان مجمل، ده بيان مجمل. طيب، للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، والعزم الطلاقة فإن الله سميع عليم، ده بيان إيه؟ مفصل يحتاج إلى تفصيل أحكام، وتجيبها من السنة وتقرن القرآن بالسنة وتستنبط الأحكام. خلاص، ده اسمه بيان إيه؟ بيان مفصل. بس بينات برضو، بس بينات واضحات الدلالة مش خفية. فسمها الله آيات بينات، بينات بيان مجمل أو بيان مفصل، ولكنها واضحات الدلالة، لا تحتاج إلى ألغاز واستنباط وركب دي على دي، تطلع واو التمانية وتحط من هنا وتشيل من هنا وتجمع دي ودي، ما ينفعش. ده كده بتعامل القرآن كإيه؟ كألغاز، كألغاز. ما يعامل كتاب الله هكذا أبدا، ما يعامل كتاب الله هكذا. تمام؟ يبقى بيان مجمل وبيان إيه؟ مفصل هكذا. تمام؟ يبقى بيان مجمل وبيان إيه؟ مفصل وبيان مفصل. خلي أسأل الآخر عشان كلام طويل، عشان الناس دي هتدوخ في الحرب قبل ما الناس تدوخ مننا. بس أيضا الفائدة الثالثة، فيه رد على المؤولة والمعطلة والمفوضة. ليه؟ لأنه قال ما أنزلنا من البينات، من البينات الواضحات. إذن فهل يمكن أن يقول رب العالمين لفظ ويقول عليه أنه بين وهو يريد غيره؟ أمال يبقى بين إزاي؟
لما انت كل صفه وصف الله بها نفسه تقول لا ده مش قصده كده، ده قصده كده. ثم تبقى بينات ازاي؟ تبقى بينات ازاي؟ ده رد على المؤوله. لا هو مش قصده استوى بمعنى العلو الاستقرار، ده قصده استولى. اتعلمون الله بدينكم؟ طب ازاي تبقى بينات لما هو يقول بيانا انها استوى وانت تقول لا ده قصده استولى؟ طب تبقى استوى دي بينات ازاي؟ ما وراها لفظ خافي اهو مش بين. حينما يقول اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا قدراتنا، تبقى بينات ازاي لما انت تقول ان ايدينا بمعنى قدرات؟ تبقى ايات بينات ازاي لما تكل صفه ذكرها الله لنفسه انت تقول لا ده مش قصده دي، ده قصده دي؟ تبقى بينات ازاي؟ ففي قوله ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس فين؟ في الكتاب، ليس في عقولهم الفاسده، ليس في عقولهم الفاسده. إذن فالبيان تفهم أن البيان موجود فين؟ في الكتاب. إن البيان موجود فين؟ في لفظ الكتاب نفسه. بيناه للناس فين؟ في الكتاب، في لفظ الكتاب. فكيف تنحرف عنه زعما أنك تنزه الله عن خلقه؟ فتنحرف عما بينه الله في الكتاب. لما نقول استوى دي بينها الله في الكتاب ولا بينهاش؟ بينها الله في الكتاب. ثم ما لم يبينه الله وكيفية استواء، وهذا معلوم ومجمع عليه، أما معنى الاستواء بينه الله رب العالمين في آيات أخرى وفي آيات القرآن، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وقضي الأمر واستوت على الجودي. ومعنى استوى على غير استوى، إلى غير استوى، من غير على وإلى، وذكرنا هذا تفصيلا في معنى استوى. فالله بيّن أنه سبحانه قصد لفظ استوى، ففيه رد على المؤولة وفيه رد على المفوضة. تقول له يعني استوى لك الله أعلم، طب يبقى بيناه إزاي لما هو غامض أنت ما تعرفوش؟ لما نقول له هل لله يد يقول لك الله أعلم، طب يبقى بيناه إزاي لما هو غامض ما تعرفوش؟ أما تقول هل لله أصابع تقول الله أعلم، لما طيب يبقى بيناه إزاي وهو غامض وأنت ما تعرفوش؟ ففيه رد على المؤولة وعلى المفوض. الآية فيها رد على المؤولة وعلى المفوض. ننقل على طول علشان الوقت، وإلا فالكلام يطول عن ذلك. أن ما أنزله الله هو الهدى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الدليل أنه قال من بعد ما أنزلنا من البينات والهدى، من بعد ما أنزل من البينات والهدى. فإذن فهذه الآيات البينات هي التي تهدي للتي هي أقوى، والهدى من عند الله للناس ليس من عند البشر. البينات والهدى، فإذن فهذه الآيات البينات هي التي تهدي للتي هي أقوى، والهدى من عند الله للناس ليس من عند البشر. الفائدة التي تليها، أنا ما عرفت كتبت كم، إثبات صفة العلو لله في قوله ما أنزلنا، كون أنه قال أنزلنا إذن فنزلت من علو، ومن الذي أنزل؟ الله. ففيها إثبات صفة العلو لله رب العالمين في قوله أنزل. الفائدة التي تليها وجوب نشر العلم الذي بيّنه الله، وإلا فهو كبير إن كتم. وجوب نشر العلم الذي بيّنه الله، لطالما أنك تعلم، خلي بالك، لطالما أنك تعلم، انشر العلم، فإن لم تكن تعلم فلا تأسم ولا تدخل في الكبير، وتعذر بأنك لا تعلم أو تشابهت عليك، لا تعلم أو تشابهت عليك المسألة، أو تشابهت عليك المسألة، فحينئذ لك عذر، وإلا فوجب عليك أن تنشر العلم الذي علمه الله للناس إن كنت تعلم. الفائدة التي تليها جواز لعن كاتم العلم بصفته. من كتم العلم لعنه الله، هذه المقولة صحيحة أم خاطئة؟ من كتم العلم لعنه الله، هذه المقولة صحيحة، هذه مقولة صحيحة. طيب لو أنا أعرف أن فلان مثلا اسمه سيد كتم العلم، فقلت اللهم لعن سيد لأنه كتم العلم، صحيح ولا خطأ؟ خطأ، خطأ. لا يجوز لعن المعين بالاسم، وإنما تلعن فيه الصفة، وذكرنا هذا سابقا لما قلنا لعن الله النامصة. فهل لو رأيت امرأة نامصة تقول الله يلعنك، ولا تقول لعن الله النامصة؟
لعن الصفة مثلا يهتدي أو يتوب، فلا يجوز لعن المعين، وإنما تلعن الصفة فيه كما لعنها الله أو لعنها أو لعنها رسوله. لعن الله الواشمة والمستوشمة، لما أشوف واحد عاملة واشمة ولا الله يلعنك، ولو لا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، لعن الله النمصة المتنمصة، لعن الله المتفلجات الحسنى، لعن الله الواصلة والمستوصلة، هكذا. فتلعن الصفة لا الشخص بعينه. طيب، لما قال النبي اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان، أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، الميت لو مات على كفره أو على صفته التي لعن من أجله يلعن أم لا يلعن؟ فريق من أهل العلم قال يلعن، وفريق قال لا يلعن بنص كلام النبي أنه قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدمت أيديهم، فإنهم أفضل إلى ما قدمت أيديهم، فلا تتكلم عنهم بسوء، فلا تلعنه حتى وإن مات على صفته. نعم، لقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فهل لو لعن وهو ميت ما هو الأحسن؟ ما الفائدة التي تعود عليك؟ إذن فأدلة من قالوا أنه لا يلعن حتى ولو مات على ما هو عليه من صفة فيها لعن لا يلعن أقوى من أدلة الذين قالوا أنه يجوز لو عرف أنه مات على كفر أو على صفة التي لعن من أجله. مين مش فاهم؟ إذن فلا يجوز لعن المعين بأي حال، حي أو ميت. هذا الراجع، حي إجماع، ميت خلاف. طيب، لعن الصفة فيه جائز أن تبلغه كما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها، يجوز كتم العلم عند، يروح يسأل شيخ فيجاوبه إجابة، يوم رايح على الشيخ الثاني سأل جاوبه إجابة باجتهاد ثاني، خلاص يقول له ده الشيخ فلان قال كذا، يوم راجع للشيخ الأولاني يقول له ده أنا سألته فلان قال لي كذا، يوم الشيخ الثاني يقول له ده بفهمش، يوم راح له الشيخ عليك ما بتفهمش، يقول له ده هو اللي ما قراش، يقول له ده لا عليك ما قراش كده. طيب، لو علم منه أن هذه صفته بيقعد يضرب ما بين المشايخ ويوقع بينه، فجي سألني فقلت الله أعلم وما أجبت، لدرء مفسدة أن تقع فتنة بين المشايخ وأهل العلم. ففي هذه الحالة جائز ولا مش جائز؟ يدخل في الآية؟ لا يدخل في الآية. خلاص، لو دخلت على رجل حتى قالوا هذا في إنكار المنكر، لو أن إنكار المنكر سترتب عليه مفسدة أعظم لا تنكر. خلاص، يعني مسجد مثلا، مسجد مثلا في 5 أهل سنة، والمسجد كله بعد كده ملان مثلا صوفي، ومعلوم أنهم غشوا ومسكين شوم، أو ما ينفوق في نص المسجد ويقول إيه اللي بيطوف في الأرض رايح بيعملوا كذا، وحكم اللي بيعملوا لك كذا، وجوهر ما بيفهموش حاجة. طيب، أنت كنتش خايف على نفسك إلا 4 التانيين اللي معاك دول هيتهروا ضرب؟ إذن ففي هذه الحالة لا تنهى عن المنكر ولا تأمر بالمعروف، لأنه هيجيب أنكر منه، وهذا فقه لابد أن يتعلمه الناس. يخش في المسجد ويشوف حاجة غلط ومقايل ويهيجي المسجد كله وهيصة وزنبليطة، ليه؟ بسبب أنه ليس عنده فقه، وقبل أن يتكلم لم يعلم. لو رأيت واحد مسك سنجة مثلا ولا مسك سيف ولا خنجر وماشي سكران في الشارع، انت سكران ليه؟ شربت خمرة؟ حكم المخمور وحد الخمرة ولعن النبي في الخمر 9، وانت المفروض تستاهل 80 جلدة. مسك سنجة مثلا ولا مسك سيف ولا خنجر وماشي سكران في الشارع، انت سكران ليه؟ شربت خمرة؟ حكم المخمور وحد الخمرة ولعن النبي في الخمر 9، وانت المفروض تستاهل 80 جلدة. انكرت المنكر، اخود يا اخويا رقبتك يلا بسلك. خلاص، لو ان انكر المنكر سيترتب عليه مفسدة اعظم يمسك عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، زكاة المفسدة التي ستأتي أعظم. خلاص، ففي هذه الحالة لو أنك في إظهار العلم مفسدة وكتمت لا تدخل في الآية. كما قلت لك، رجل يسأل سؤال يثير به فتنة، درس زي ده، وقام واحد هوب سألني في الحكمية، واحد والناس بتسجل والناس هتنشر، خلاص الدرس راح، خلاص قصد بذلك فتنة ومضرة. ففي الحالة دي لو أنا قلت الله أعلم، لما تحب تسأل زي كده فسألني بيني وبينك، هل يعد كتم علم؟ لا يعد، لا يدخل في الآية، لأنه سترتب عليه مفسد، مفسد، لأنه سترتب عليه مفسد، مفسد. واضح؟ تقل للفائدة التي بعدها.
نفس الكلام في إحالة السؤال للغير. يعني لو واحد قال لي حكم، سألني عن حكم، فقلت له اسأل فلان، اسأل فلان أو اسأل علان، والله إن كانت المسألة متشابهة علي فأحلته إلى من هو أوثق مني علما فهذا ليس فيه مانع، إن كانت المسألة فيها خلط وفتنة بين الناس فأحلته إلى غير، إلى مصدر لا يستطيع أن يتفوه معه فهذا أيضا صحيح. كمسألة الطلاق بين الناس مثلا، مسألة الطلاق شائكة جدا في هذا الزمان، الرجل كل كلمة عليها الطلاق، عليها الطلاق والطلاق الطلاق الطلاق لبانة في لسان. طب ده ما يجي يسألني في أيمان طلاق أقول له روح لجنة الفتوى في الأزهر، هل هذا يعد كتم علم؟ لا، لأن المسألة أصلا متشابهة من كثرة أيمانية للطلاق، جاي يطلق 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 فأحلته إلى مصدر آخر، هل هذا يعد كتم علم؟ كلا، وإنما أنأى بنفسي عن هذا لأنه تشابه علي من كثرة فعله من الناس. طيب لو سألني سؤال وأنا أعلم الإجابة يقين قرآنا كان أو سنة وقلت لو اسأل غيري، ليه؟ مكسل أتكلم، ماليش مزاج أتكلم، هذا لا يجوز. ليه؟ خشية أن يسأل غيري فيفتيه ببدعة، فيفتيه بقول خاطئ، فيفتيه بشيء فاسد في العقيدة. لطالما أني أعلم عن الله وعن رسوله لا أحيل على غيري، وإنما أجيب خشية أن يضله غيري. واضح كده؟ واضح هذه المسألة؟ نعم. طيب الفائدة التي تلي، لماذا قال ويلعنهم اللاعنون؟ انت مركزتش فيها شوية لما اقول لك ايه ويشرب الشاربون، انا اضفت ايه في المعنى؟ ما معلوم، ما معلوم ان الله يشرب، هم الشاربون. وقام القائمون، طب ما هو لا يقوم يعني القاعدون، ما مش هينفع اقول وقام القاعدون، ما هو اللي قام قائمون. قال القائلون، طب ما هو ما مش الخرس ما كده القائلون، فدي زيادة عن الكلام ما بتفيدش المعنى. فهل لما قال ويلعنهم اللاعنون، طب ما هم مين اللي يلعنهم يعني ما كده اللاعنون، هل دي زيادة في الآية أم أن لها معنى؟ قطعا ليست بزيادة وقطعا لها معنى. ما المعنى يلعنهم اللاعنون؟ يلعنهم من يعلم حدود اللعن وضوابطه من أهل العلم، ويلعنهم من هو ملم بما يستوجب اللعن، لأن ممكن تلاقي جاهل بيلعن. فهل هذا، طب ما ده اسمه لاعن، هل هو يدخل في الآية؟ يعني واحد ايه معدي بعجلة كده ومسرع شوية مغرق الهدوم، تلاقي واحد يقول والله يلعنك ولعن ابوك، والله يلعنك ولعن ابوك ولعن ابوك، خلاص عشان بوظ له الهدوم. هل هذا ملم باحكام اللعن؟ مش ملم. طب يسمى لاعن ولا ما يسماش؟ يسمى لاعن. بس هل هو المعني في الآية؟ لا، انما ليه قال ويلعنهم اللاعنون؟ قال يقصد اللاعنون اولو العلم بمن يستوجب اللعن. يبقى هي مش زيادة في المعنى ولا مش زيادة في اللفظ، هي زيادة في المعنى. لماذا قال ويلعنهم اللاعنون؟ ما كاكيد اللاعنون، لا، هو يقصد الطائفة الملمة بأحكام اللعن وبمن يستوجب اللعن ومن لا يستوجبه. وضحت ولا ما وضحتش؟ ده معنى اللاعنون اللي في الآية. الفائدة التي تليه، يفهم من الآية عكس المذكور، إذا كان كاتم العلم ملعون فما ظنك بناشره، كيف يكون فضله؟ يفهم من الآية كيف يكون فضله؟ يفهم من الآية عكس المعنى، إذا كان كاتم العلم ملعون، طيب وناشر العلم الذي أنزله الله من البينات والهدى للناس في الكتاب ما ظنك بناشره، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ده بيحصل إيه؟ ويلعنهم اللاعنون، وده يستغفر له المستغفرون بنص كلام النبي. شايف الفرق دي؟ شايف الفرق؟ اربط الآية بالحديث، الآية ذكرت أن كاتم العلم يلعنه اللاعن، والحديث ذكر أن ناشر العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إذن فيفهم من الآية عكسها، بمزاجنا ولا من الحديث؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة لا تضع أجنحة. يجب على من قال بقول باطل ثم تبين له أنه باطل
أن يرجع عن قوله وأن يعلن الصواب وإلا دخل في كتم العلم. وسأختم بهذا. لا ده الآية اللي بعدها دي ازاي يتوب من كتم العلم. الآية اللي بعدها ازاي يتوب من كتم العلم. لكن أنا بتكلم واحد أفتى بفتوى ثم تبين أنه كان على خطأ، فإن لم يبين ويوضح أنه خاطئ دخل في كبيرة كتم العلم. ينبغي أن يبين أن هذا خطأ نصاك، إلا إذا كانت المسألة تحمل وجهين وهو قال بأحدهم. مسألة اجتهادية تحمل وجهين، هو قال اجتهادية تحمل وجهين، هو قال بأحدهم، ثم تبين له الوجه الآخر مع وجود وجهه الذي قاله وما أخبر بالوجه الآخر، هذا لا يعد كتما لأنه أخذ بأحد الاجتهادين أو أحد المذهبين. أما إن كان قوله بالكلية باطل والقول عكسه لا ينبغي له أن يكتب. وأنا قلت دلوقتي في درس معلومة خطأ وذهبت ولما بحثت وجدت أن أنا كنت خاطئ، يجي بقى يستكبر أنا غلط وأطلع قدام الناس إيه يعني؟ أنت عارف بيحضر لمين؟ ده الناس تكتب وراي، ده الناس كذا، ده الناس كذا، وأطلع قدامهم إيه؟ ما فهمش؟ لا مش أي مش أي، بس لو حد سألني تانا بقول له أبا جاوب بالإجابة صح، ما حد سألني خلاص خليهم زي ما هو يعني فاكرين حاجة ومشيها كده. هذا ليس في الدين، هذا ليس في الدين. تدخل في إتم كاتم العلم، ينبغي أن تأتي في الدرس الذي بعده أو في اللقاء الذي بعده على نفس الأناس الذين سمعوا منك، وأن تصوب نفس الأناس الذين سمعوا منك، وأن تصوب قدر المستطاع وتقول لمن سمع أن يبلغ من كان حاضرا ولم يأت، بلغه أني رجعت في قولي عن كذا والقول الصحيح كذا، ويبين الناس. وإلا دخل في اسمي كاتم العلم ودخل في الكبيرة، والله توعد هذا باللعن. ثم ذكرت الآية التي بعدها المخرج من هذا، فقال إلا الذين تاب، واحد أصلحوا، اثنين بيانوا، ثلاثة هؤلاء هكذا يتوب من فعله ويتوب الله عليه. والآية التي بعدها أيضا فيها فوائد نأخذها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، المقام لا يتسع لها، بس الفوائد اللي في الآية اللي احنا قلناها دي فوائد كان ينبغي أن نقف معها، وإن كنا قد خرجنا عن تفسير الآية قليلا إلا أن فيها وقت كان ينبغي أن نقف معها على هذا النحو الذي. والله أعلى وأعلم في هذا القدر، كفاية، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.